اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده وفيديو جديد. زي ما وعدتكم ان احنا كل يوم قبل ما الفطار نعمل رمضانيات مع رشا ونتكلم عن موضوع مثير او موضوع مهم يهمنا كلنا. النهارده انا عايزه اتكلم عن العشر الاواخر من رمضان وفضلهم في حياتنا واحكي لكم انا على قصص خاصه بيا انا. وانا عملت الفيديو ده امبارح على اليوتيوب بس ما كنتش ظاهره فيه فقلت النهارده اعيده تاني وانا موجوده وشايفاكم وجها لوجه. يا جماعه بصوا سيبوا كل حاجه في حياتكم بتعملوها وركزوا في العشر الاواخر من رمضان. صدقوني ربنا سبحانه وتعالى يعني مش هطلعكم من العشر الاواخر الا وليكوا دعوه او ليكوا رجاء او امنيه واتحققت. والله العظيم حصلت في حياتي كتير جدا جدا. يعني اعتقد الستات خلاص بقى احنا عملنا عزومات واكلنا وشربنا وكلنا حلويات وكنافه. يعني ركزوا بقى دلوقتي في 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 رمضان في العشر الاواخر من رمضان اقروا قران كتير. يعني عايزاكم كده اعملوا زي يعني انا دلوقتي خلاص قررت ان انا كل يوم من الساعه تقريبا من الساعه 11 لحد الساعه 4 الفجر لحد صلاه الفجر اقعد اقرا قران واصلي وادعي ربنا وادعي للناس اللي بحبهم. يعني بصوا بلاش بقى سحور بره وبلاش فطار بره نركزوا في الحاجات دي. يعني انا امبارح راند بنتي كانت عماله تعيط عشان نفسها تتسحر بره حسيت ان لا الوقت اللي هضيعه عشان اروح خيمه واتسحر ومش عارفه ايه لو انا قعدت في البيت قعدت قرات قران وقعدت بخشوع كده وقعدت اعيط لربنا وادعي له الحاجات اللي نفسي فيها وان هو يحل لي المشاكل اللي انا فيها اهم بكتير جدا وافضل بكتير جدا. فبليز يا جماعه يعني ركزوا في العشر الاواخر. هو شهر واحد بس ويكفي ان في ليله القدر. ليله القدر خير من 1000 شهر. يعني 1000 شهر يعني 80 سنه. فتخيل كده لو انت بلغت ليله القدر كانك تعبدت ربنا وكانك دعيت ربنا وكانك عملت حسنات وعملت وتصدقت لمده 80 سنه. في نقطه ثانيه عايز اقولها لكم حاولوا تتصدقوا حتى لو بمبلغ بسيط جدا. ما تصدقوش للناس اللي هم بيطلبوا الصدقه اللي هم شحاتين اللي بيبقوا اصلا اوريدي بيبقوا ايه عصابات كده متفقين مع بعض. لا شوف شخص انت حاسس ان هو محتاجه بيتعفف عن السؤال ممكن يكون قريبك او حد تعرفه او حد يعرف حد تاني. فدوروا على الناس اللي هي يعني اللي هم بيتعففوا وهم محتاجين. يعني او مش لازم تتصدق بمبلغ كبير. لو كل يوم تصدق بمبلغ على قدك وصغير جدا يعني على الاقل هتاخد قيمه الصدقه. وعايزه اقول لكم يا جماعه لا ينقص مال من صدقه. يعني كل ما بتتصدق تلاقي كده ربنا بيبارك لك في رزقك وتلاقي عندكم كده بركه بتحصل انتم مش متخيلينها. في حد بيقول لي شكلك مختلف بالازدال. يا جماعه ده ازدال الصلاه. هو اصلا عاده بعمل الفيديو ده بعد صلاه العصر. يعني انا وشي اغمق من ايدي. انا عكس مصر كلها. طيب الحاجه كمان اللي عايزه اقولها لكم ان بجد ركزوا ان انتوا تختموا القران الكريم. لو حتى لسه ما كنتوش بداتوا تقراوا قدامكم دلوقتي 9 ايام او 8 ايام. لو قريتوا كل يوم 4 اجزاء وركزتوا في 3 ساعات بس والله العظيم هتختموا القران الكريم. يا جماعه بجد انا عايزه اقول لكم ان انا في رمضان 2009 كان عندي امنيه مهمه جدا في حياتي وكنت يعني قعدت ركزت اخر 10 ايام ان انا لازم اختم القران الكريم. كان عندي دعوه بتمناها من ربنا. عايزه اقول لكم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اتحققت. مع ان هي كانت حاجه شبه مستحيله تقريبا. يعني حاجه عقليا ومنطقيا يعني ما تتقبلش. يعني العقل والمنطق وكل حاجه مش بيقبل الدعوه دي لان هي مش لا تحقق بالعقل وبالمنطق. بس ربنا سبحانه وتعالى حققها لي. فادعوا ربنا وانتم موقنين بالاجابه وعندكم يقين ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب ليكم. ادعوا الغير يعني ادعوا لباباكم ومامتكم وعائلاتكم احبابكم واصحابكم والناس اللي انتوا بتحبوهم عن ظهر غيب. لان دعوتك لشخص عن ظهر الغيب بتبقى مستجابه. يعني انت لو انت بتحب حد او نفسك تتجوز حد او نفسك يعني نفسك ترتبط بحد معين ادعي ان لو في خير ربنا يقربه ليك. يعني بلاش تدعوا ان يا رب نتجوز الشخص ده بالذات لان ما تعرفش هو ده فيه خير ليك ولا لا. بس ادعوا ان هو لو شخص فيه خير ليك او ان هو شخص مناسب ليك فربنا يقربه منك. واذا كان هو شر ليك فربنا يعوضك باللي احسن منه. ادعوا ربنا بكل حاجه حتى لو حاجه تافهه. يعني انا في واحده صاحبتي كده بتحكي لي امبارح بتقول لي رشا طب انا نفسي شعري يطول ويتقل انا ممكن ادعي ربنا كده ولا انا هبقى تافهه قوي؟ لا عادي على فكره ممكن تدعي ربنا ان ربنا يعني تدعي ربنا ان شعرك يتقل. اي مفيش دعوه تافهه قدام ربنا حتى لو مهما كانت بسيطه مهما كانت صغيره فهي دعوه وربنا سبحانه وتعالى هينظر اليها. فادعوا كل حاجه نفسكم فيها كل حاجه نفسكم فيها. نفسكم في شغلانه جديده نفسكم في ترقيه نفسكم ان انتوا تغيروا بيتكم نفسكم في عربيه جديده نفسكم ان انتوا ربنا طبعا العفو والمغفره لان العشر ايام الاخر من رمضان دول ايام العفو والمغفره. ودايما ركزوا في دعاء اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا. الدعاء ده يعني بجد بيريح الناس. وانا في دعاء برضو بحبه جدا اللي هو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بحبه قوي قوي قوي.
بس ممكن بس نصيحتي ليكم فعلا ان انتوا عشان خاطري ما تضيعوش العشرة الاواخر. في حد بيقول انا بتفرج على المسلسل، طب ما انا بتفرج على المسلسل برضو يعني، انا عشان كده بقول لكم ببتدي من الساعه 11. انا بص ساعه الفطار ببقى بفطر بعد اتفرج بقى على مسلسلاتي، يعني باخد لي ساعتين كده مسلسلات عشان يعني بصراحة يعني كانت غلطة ان انا تابعت المسلسل، يعني مش غلطة يعني بس يعني ايه اتعلقت بيهم فبقيت عايزة اتابعهم يعني. بس يعني خلصوا المسلسلات وقعدوا اقروا القرآن وصلوا، وخلوا التهجد او قيام الليل بتاعكم يبقى ما بين الصلاة ما بين الدعاء ما بين قراءة القرآن، يعني قسموها ما بينهم التلاتة. وعايزة اقول لكم بجد، اقول لكم على حاجة تانية، يعني انا ما بفرقش ما بين 10 اواخر يعني 10 اواخر، يعني انا مش بقى الايام الفردية بهتم بيها اكتر والايام الزوجية مش بهتم بيها اكتر. دايما بقعد اقول بما ان انا يا جماعة برج العذراء فشكاكة، فدايما بقعد اقول ممكن يكون حسب الهلال غلط، فيبقى اليوم الزوجي هو اصلا يوم فردي بس محسوب غلط. بس يعني اجتهدوا في الدعاء واجتهدوا في العبادة واجتهدوا في الصلاة واجتهدوا في قراءة القرآن الكريم في العشرة الأواخر حتى تبلغوا ليلة القدر. وأرجوكوا بلاش خروجات آخر عشرة أيام، بلاش عزومات عشان الستات يعني بيفضلوا يعملوا عزومات ومشغولين وبيطبخوا وتعبانين، ويعني بيضيعوا الأوبورتينيتي في الأجر والثواب العظيم. فيعني ده نداء لكل حد بيتفرج عليا، أرجوكوا نقلل عزومات في رمضان. بس كده شكرا، بحبكم جدا جدا. بليز تدعوا لي انتوا كمان وانتوا بتصلوا في العشرة الاواخر من رمضان، وزي ما قلت ادعوا لكل الناس اللي بتحبوهم، ادعوا لكل الناس القريبه منكم، لان الدعوه يعني الدعوه يعني عن ظهر الغيب بتكون مقبوله اكتر. ادعوا لباباكم لمامتكم، ادعوا لامواتنا ربنا يغفر لهم ويرحمهم، ويعني واكثروا من دعاء اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا. ثانك يو، بحبكم جدا جدا. بليز قولوا لي ايه اكتر حاجه نفسكم فيها رمضان ده، يعني انا نفسي ان شاء الله ان ربنا يوفقني في شغلي، ونفسي ربنا يهدي لي ولادي كمان، ونفسي حاجات كتيره قوي، خصوصا انا طموحه شويه عشان انتوا عارفين برج العذراء طموح قوي. بس احكوا لي كده ايه اكتر حاجه نفسكم ان ربنا يحققها لكم في رمضان ده، وبليز ادعوا لكل الناس اللي بتحبوهم. شكرا، بحبكم جدا، استثمروا كل لحظه في العشرة اخر من رمضان، ما تضيعوش ثانيه يا جماعه. اعملوا لنفسكم روتين كده، يعني هم 10 ايام او خلاص هم بقوا 8 ايام، ركزوا فيهم ولكم الاجر والثواب. اشكركم، باي باي.